قطاع الصحة واحد من القطاعات الهامة والحساسة، قطاع يشهد في الآونة الأخيرة إصلاحات على عدة مستويات. فجاء استحداث خارطة صحية جديدة تهدف لتحسين الخدمات الطبية على مستوى جميع المستشفيات، مع تشييد مراكز استشفاء جديدة ومتخصصة، كل هذا لضمان تغطية صحية شاملة للمواطن الجزائري. 2021 سنة وعد فيها رئيس الجمهورية لإنجاز مؤسسة استشفائية بمعايير عالمية تتكفل بالحروق. سنة 2023 مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا يدشن من قبل السيد الرئيس ويدخل رسميا حيز الخدمة، ليصبح أنموذجا من حيث الخدمات والمعدات العلاجية. هذا المستشفى سيسمح بعلاج حالات الحروق المعقدة بالجزائر بدل التوجه نحو الخارج. الحرائق الكبرى اللي عشناها في الماضي، أننا نبني مستشفى عصري جدا لبوليغرون بريلي المصابين بالحروق العميقة سورتو تروزيام دوغري بلس، لحسن حظ المستشفى هذا كان جاهز في 5 جويلية ودشته في 5 جويلية من أعلى مستوى. تطور الهياكل الصحية يأتي لتوفير أحسن الخدمات وتسهيلها، فالمستشفى العسكري الجديد الأم والطفل بابن مسوس لبنة أخرى تضاف لسلسلة المنشآت الصحية العسكرية، منشأة تضم العديد من المصالح على غرار مصلحة أمراض الدم وسرطان الأطفال. ولضمان تغطية صحية عادلة عبر الوطن وتجسيدا للالتزام الذي أطلقه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية سنة 2019، ها هي ولاية الجلفة تستلم مركزا لمكافحة السرطان بعد 3 سنوات من بداية إنجازه، مركز سيساهم في تخفيف الضغط عن بعض المستشفيات الكبرى ويريح المصابين من عناء التنقل، كما سيسمح للمرضى الخاضعين للعلاج بالأشعة فرص الشفاء بفضل تقلص المواعيد. ولاية تندوف أقصى الجنوب الجزائري عرفت نفس الإجراء، حيث دخلت وحدة معالجة الأمراض السرطانية وأمراض النساء حيز الخدمة تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بعد زيارته للولاية. مستشفى عصري مجهز، أنا الشيء اللي نتزم به معكم هذا القرار، مجرد ما ندخلوا للعاصمة قرار هذا يجي هنا وزير الصحة ويزور ويعطيكم موعد قصير لنجهز فيه للمستشفى هذا. الحديث عن مكافحة السرطان خلال 2023 يجرنا حتما للتنويه بمبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة السرطان بعد التزامه بحماية صحة المواطنين وترقيتها، مبادرة ترتكز على الوقاية والتشخيص المبكر للمرض ومكافحة عوامل الخطر، مع تشجيع وتطوير عوامل البحث العلمي وتوجيه الاستثمارات الكهرونووية للاستعمال الطبي. ولدعم المبادرة بالموارد المالية اللازمة، فقد تم تخصيص 70 مليار دينار جزائري كمرحلة أولى، مع تعيين البروفيسور والمختص في علم الأورام عد بنجار على رأس المبادرة. سنة 2023 شهدت كذلك التوقيع على اتفاقية الشروع في إنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني، والذي يعد من أبرز المشاريع الصحية الواعدة التي أطلقها رئيس الجمهورية والمتوقع استلامه سنة 2025 بسيدي عبد الله. وعلاوة على اهتمام رئيس الجمهورية بتجديد هياكل قطاع الصحة، فقد حرص على ضرورة تقريب الصحة من المواطن، ما يترجم إعادة الاهتمام بتحديث مؤسسات الصحة الجوارية وإدراج الاختصاصات الطبية التي كانت تفتقر لها في السابق للمساهمة في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الكبرى. رغم كل هذه المشاريع والبرامج الصحية المسطرة، لم يغفل السيد الرئيس اهتمامه بمنتسبي القطاع، ما ساهم في معالجة الكثير من الاختلالات السابقة، فالأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية ستمكن من توضيح المعالم الجديدة للحياة المهنية لهذه الأسلاك،
لا سيما امتيازات التصنيف في الرتب الجديدة. كل هذا يأتي لحماية وصون حقوق الجيش الأبيض. الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الصحة تتجسد اليوم من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل، إصلاح يهدف لتمكين المواطنين من الوصول السهل والعادل للهياكل الاستشفائية للحصول على أحسن الخدمات الصحية.